عشية الهدنة المرتقبة تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة وبين ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع من جهة أخرى. في صرواح وهي آخر ما تبقى تحت سيطرة الميليشيا من مديريات مأرب، أعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملية عسكرية واسعة لاستعادة المديرية. مصادر في المقاومة أكدت أنها سيطرت على عدد من المواقع بينها موقع المصنع والذي يعتبر بوابة صرواح الشرقية وأجزاء واسعة من سلسلة جبال الأشقري المطلة على المديرية، فيما تتقدم المقاومة باتجاه مركز المديرية. ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع من جهتها أرسلت تعزيزات كبيرة إلى المنطقة، فيما تدور معارك عنيفة بين الجانبين تشارك فيها طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي. منذ أشهر بقيت صرواح مسرحا لمواجهات بين المقاومة والميليشيا، ولكن هذه المعركة تبدو الأخيرة في سلسلة المعارك هناك مع اقتراب طرد الميليشيا من المديرية وعودة الشرعية إليها. تأتي هذه التطورات على جبهة صرواح مع عودة المواجهات إلى جبهة نهم بعد هدوء في الأيام الماضية. المعارك التي تدور في هذه اللحظة لا تبدو مجرد تسجيل حضور للحصول على بعض المكاسب على طاولة المفاوضات، بل تبدو إشارة إلى تضاؤل التوقعات التي يمنحها المسار السياسي، وأن ما يجري على الأرض هو الخيار الذي سيمضي إلى النهاية.